دفعت التطورات القضائية الأخيرة نواباً من المعارضين والتغييريين إلى توحيد النداء حول ضرورة متابعة المحقق العدلي طارق البيطار عمله، محذرين مما وصفوه انقلاباً مدمراً لاغتيال العدالة في مقتلة بيروت التاريخية. لقاء النواب منع الإعلام من تصويره باستثناء المؤتمر الصحفي الذي تم في الظلام بسبب انقطاع الكهرباء. نطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي. نطالب بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة. شكلت التطورات الأخيرة في تحقيقات المرفأ دافعاً رئيسياً لتوحد نواب القوات اللبنانية والكتائب وحركة الاستقلال وتغييريين ومستقلين، وذلك للمرة الأولى منذ الانتخابات النيابية في الربيع الماضي. يؤكد هؤلاء أن السعي مستمر لضم المزيد من زملائهم رفضاً للمساومة على دماء أبرياء الرابع من آب، وللمطالبة كذلك بجلسة مفتوحة حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. في كتلة نواب بأكثر من 40 نائب، ثلث المجلس النيابي، مش راضي على يلي عم بيصير، لا بل يستنكر ولا بل نحن ماشيين بخطوات تصعيدية بمواجهة لهالاغتصاب للعدالة اللي عم نشوفه بلبنان. عم نحاول كل جهودنا لنوصل، قدمنا عريضة لهيئة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحتى تجمع لجنة تقصي حقائق. عم نتابع هالموضوع، في تواصل دائم عم بيصير مع كل الدول يلي ممكن تساعد بهالموضوع لحتى تلعب دور إيجابي. الصوت النيابي المعارض يعلو دعماً للقاضي البيطار، ولكن هاجس المراقبين حقيقي من أن تحقيقات المرفأ باتت مطوقة بالفوضى القضائية الأخيرة والتي يخشى أن تخبئ تسوية معينة لا تخدم الحقيقة. نواب في المعارضة وتكتل التغييريين تخطوا انقساماتهم السابقة لإعلان موقف موحد في ملفي المرفأ ورئاسة الجمهورية. إنها مسيرة جديدة، ولكن تحقيق أهدافها غير مضمون لتعقيدات الظروف السائدة محلياً وخارجياً. كلوديا أبي حنا، قناة الغد، بيروت.